مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج انا الاولمبي. في كل حلقه نطلع عليكم، نسلط الضوء على رياضه مختلفه وعلى اسماء وسواعد شبابيه كويتيه وضعوا بصمه مشرفه في هذه الرياضه فاعتلوا منصات التتويج معتلين المراكز الاولى باسم دوله الكويت. اليوم عدسة برنامجنا بتاخذنا إلى رياضة السباحة. هذه الرياضة طبعا اللي ما شاء الله أبناء وبنات الكويت وضعوا بصمة مشرفة فيها، فكان لهم نصيب الأسد كما يقال من الإنجازات والمراكز المتقدمة والميداليات الملونة في هذه الرياضة. راح نتعرف اليوم معكم إن شاء الله على كل تفاصيل رياضة السباحة والإنجازات وأهم أبطال هذه الرياضة في المنتخب الكويتي. وبداية الحلقة خلوني أرحب بضيفي وضيفكم، لاعب منتخب الكويت سابقا ولاعب النادي الكويت الرياضي حاليا للسباحة، البطل والنجم الكويتي حسين الزيد. حياك الله كابتن حسين، أهلا وسهلا. يا هلا والله. شكرا على قبولك الدعوة وحضورك اليوم معنا علشان نتعرف على مسيرتك المشرفة وعلى تفاصيل أيضا الجميلة في رياضة السباحة. نعم، أنا أول شيء تعرفون اسمي حسين الزيد، لاعب نادي الكويت ولاعب منتخب الكويت سابقا. بلشت مسيرتي الرياضية 2005-2006، وطبعا بداياتي كانت مع كابتن معتز، كان مدربي وكان يشرف علينا، وكان كابتن مغاث ومصطفى وكابتن مصطفى الحرز علموني أول شيء الأساسيات السباحة. وتعرف السباحة لعبة صعبة، يعني يسمونها أبو علي أم الرياضات السباحة طبعاً، يعني حتى لو أنت مثلاً عندك آلام الظهر، عندك مفاصل، السباحة مهمة يعني علاجياً صحيح في السباحة. يعني حتى لما يكون مثلاً مصابين ولا شيء يسبحوننا، تنزل تسبح حتى لو متعور، تنزل تخفف شوي بس هم تسبح، تعتبر علاج. لأن يمكن المعلومة اللي عندي أن حسب ما قرأت السباحة تقريبا يعني تعتبر الرياضة الوحيدة اللي الرياضي فيها يستغل كل عضلات الجسم طبعا. يعني تحرك كل عضلة في الجسم تتحرك في أثناء السباحة طبعا. يعني مشاهدينا، الكابتن حسين الزيد يمكن آخر لقاء جمعني فيه بال 2017-2018 أبطال من ذهب، أبطال من ذهب، واليوم نلتقي للمرة الثانية وهذا من حسن حظي أبو علي. أكيد بلا شك نجم بحجمك يعني نعتز بوجوده دائما على شاشتنا، شاشة تلفزيون دولة الكويت، وتخصيصا يعني برنامج أنا الأولمبي. أبو علي، بديت قلت لي 2005-2006 كان عمرك 9 سنين تقريبا، توجه دايركت السباحة، ما لعبت رياضة ثانية؟ تعرف أول شيء بلشت لعبت كرة، بلشت شوية فنون قتالية، كرة يد، بس ما جذبني أكثر شيء كانت السباحة. كنت أحب رياضة السباحة فبلشت فيها وجذبني أن استمريت. فأول ما استمريت فيها والله أذكره بالخير كابتن معتز قال لهم ترى هذا بيطلع بطل ما شاء الله، يعني دائما المدربين لهم نظرة بالشخصية. فقريب السنة ولا سنة ونص اختاروني حق منتخب الكويت، تقريبا كنت 10 سنين. وكانت أول بطولة لي بالكويت، بعد كانت بطولة الأندية، كنت أول 3. وبلشت تمرين، حبيت الرياضة. أنا أول شيء حبيت الرياضة، يعني أنا ما حد جبرني، ما حد قال لي لا لازم، لا أنا حبيت الرياضة. الرياضة بشكل عام. إيه، فكنت يعني مثلاً لما أخلص المدرسة كنت أنطر إن أتمرن. الله. أنطر إن الباص يجي للبيت. ويعني تتشوق للنادي، عارفه من هرنا هذا الباص جاي ناطر، احيانا حتى الغداء يمكن ما يمديك تتغدى. اي، كان كنا تمرينه تقريبا الساعه 3، يعني احنا نرد من المدرسه يعني قريب الثنتين، فيعني ساعه ترى تمر بسرعه. صحيح. فكنا نتمرن يعني قريب الثنتين. شاركت بطوله خليج، اتوقع كانت بالبحرين على الايام، والحمد لله حرصت يعني 3 ذهبيات وفضيه ما شاء الله في بطولة الخليج نفسها. في بطولة الخليج. فبعدين هني مسيرتي الرياضية بلشت. بلشت الصجية عاد. الصجية يعني خلاص استمرت. أكيد الصجية من الخليج طبعاً. قمت أكل عدل، قمت أتعلم، قمت أقرأ عن الرياضة، وكانت يعني أهدافي كانت أكبر.
كنت قاعد اطالع قدام، يعني احب اتعرف على رياضيين اللي هم تألقوا بهذه الرياضه. صحيح. رياضيين اللي عندهم مثلا بصمه بهالرياضه وحتى الرياضات الاخرى، يعني لان احنا ترى بالرياضه قراب، يعني بس التكنيك غير، المهاره بس، ان الفكر نفسه انه هو يبي يكون الافضل. صحيح. اي فكنت اتعلم من هالسوالف هذه، فبعد استمريت يعني ورحت معسكرات مع منتخب الكويت وما قصروا. كنا مشاركه كنت 5-6 بطولات بالسنه، كنا نقول يعني اذا ما سبحت عدل عادي في بطوله اسبوعيه. البطوله في بطوله اي ما تحاتي يعني، اي خلاص تعوض. صحيح. تعوض. فالحمد لله استمريت لي تقريبا عمر 19 الى 20 سنه بالمنتخب. بعدها اتجهت ان اكمل دراستي في امريكا. انا قبل لا اوصل للمرحله الدراسيه انا بفرد لها مساحه بروحها يعني، لكن ابو علي انت تلعب شنو بالسباحه؟ سباحه الصدر. صدر. ايه. بلشت اول شيء 50 100 متر. حلو. الصدر اللي هي مثلا يقول لك الضفدع، سباحه الضفدع. ف ما في الصدر والحره والفراشه. اي الصدر والحره والفراشه والظهر. والظهر. وفي المتنوع. بعدين الحره يتقسم الى قسمين اللي هو السباحين السبرنت. المسافات القصيره والمسافات الطويله. الطويله. فانا ركزت اكثر بالصدر اللي هم من 50 متر الى 200 متر. متر صدر. فكل بطوله كنت يعني معظم سباقاتي هذول. يعني لو تسال كابتن محتاج شنو سباقاتي؟ بيقول لك 50 100 200 صدر. خلاص تخصصت فيهم. حلو ان اللاعب يتخصص حسين. طبعا هو شوف بالعمر لما تكون مثلا بداياتك تتعلم الاساسيات، فكل واحد يقول لك انت احسن بالحره. انت احسن بالظهر، بس انت ما حتعرف الا يعني مع الوقت تمارس. اي تمارسها اوقات، لان الرياضه السباحه لعبه ارقام. صح. فانت ما راح تعرف الا لما تشوف ارقامك، وخاصه بعد يعني اذا عندك بطوله يعني تشوف انت مثلا افضل 10. صح. افضل 15. يعني مثلا في ناس يكون وايد زين بالحره مثلا سباحه الحره، بس يكون افضل 15. بس عنده مثلا فرصه انه بالظهر هو زين، فيكون افضل 5، فهو ينسقها. بعدين حبك بالرياضه تتطور. صحيح. اي فانا بلشت الصدر وكنت الحمد لله يعني قاعد اتالق يعني بالكويت وخليجيا. وفي نتائج. في نتائج قاعد اجيب اول ثلاثه، قاعد اجيب ميداليات. قمت قلت خلاص ابي اركز على الاول. ابي اركز على اول ثلاث، فهذا صار هدفي خلاص ابلش بالسباحه. فلما تتعمق برياضه او ان سباحة الصدر تفاصيلها، تفاصيلها إيه؟ خلاص انت الحين تعمقت اكثر، انك تتعلم شلون سحبتك تحت الماي. اساسيات الصدر. يعني مثلا السباح مو كل سباح يقدر يسبح سباحه معينه. صح. السباحه انواع، يعني مثلا الظهر، يعني انا ما اكون انا الافضل بفريقي. اكيد كل واحد له، في متخصص بها، كل واحد متخصص بالسباحه يكون يعني يتفوق عليه مثل ما انت تفوقت بالصدر على عليه. ايوه. فكل واحد يحط وقت زياده حق تخصصه. فهذا انا سويته، يعني حطيت وقت زياده حق تخصص الصدر. ابو علي ما تؤمن بوجود اللاعب الشامل مثل ما يقولون جوكر؟ طبعا في موجود في لاعبين، يعني شوف مايكل فيلبس يعني الحين. صح. اي يعني ما شاء الله عليه، يعني يسبح كل سباحات شامل. وخاصه انت لما تشوف لما بالاولمبيات ترى السباح، يعني احنا بالكويت تنزل السباق ولا بالخليج تنزل السباق مرة. صح. زين أو مرتين إذا كان في لاعبين وايد يعني بالسباق، بس بالأولمبيات لا، يعني قاعد تسابق العالم. يعني. صح. يعني السباق واحد تنزل 3 مرات. عرفت؟ في نفس السباق. في نفس السباق، يعني أنت 50 حرة 100 فراشة تنزلها 3 مرات، وأنت قاعد تتكلم تنزل هذا السباق واحد فقط. 3 مرات يعني الاختيار، يعني أفضل رقم. يعني تصفيات، بعدين نص نهائي. بعدين نهائي. حلو. فالجسم يتعب. صح. مع الوقت، وخاصة الأولمبيات مثلا تقريبا مدتها أسبوع. زين فهذا السباق واحد قاعد تسبح يعني قصات القوة اللي عندك إياها، أنك أنت تكون أفضل لاعبين أن تاخذ مكان مقعد حق النهائي. صح. فما بالك أنت لو هو ينزل 8 سباقات مرهقة جدا. حيل مرهقة. يعني احنا حاليا مثلا انا اذا نزلت بالبطولة كنت انزل 3-4 سباقات،
بس اسبحها مره واخر يوم تحس جسمك يتعب، تحس يعني شوي اخر الايام خلاص جسمك قاعد يتعب، مع ان انت ما سويت الا سباقين ثلاث سباقين ايه، بس الجسم يتعب بالضبط لانك استهلكت طاقتك الجسم ايه. فما بالك هو يسوي 8 سباقات، فكل سباق ينزله مثلا مرتين على حسب السباق انزين، وكله يجيب الاول ما شاء الله تبارك ايه. الله. ولاعبين من الدول الثانيه يكون هو مثلا متاهل بسباق واحد هو لا هو رايح بكل السباقات صحيح ايه، وهم يتفوق اللياقه تلعب دور طبعا، والتمرين يلعب دور. على طاري التمرين طبعا نحيي الكابتن معتز ونعتز ايضا اليوم ان شاء الله بيكون معنا في حلقتنا. توزيعكم لجدول التدريبات يومي انت قاعد تتدربون ولا قبل البطوله مثلا لا يصير تركيز اكثر من الايام العاديه؟ طبعا اخر شيء تركز زياده، بس قبلها طبعا لازم نسبح، احنا مثلا نسبح 5 إلى 6 مرات بالاسبوع زين، وفي لاعبين مثلا يركزون اكثر يسبحون مثلا من 8 إلى 10 مرات بالاسبوع زين، على حسب. وبهالسباحه انت يعني خارج السباحه انت تسوي برا الماي طبعا، تروح الجيم تسوي تقويه لان السباحه تحتاج تقويه بعد طبعا ايه. فاحنا تقريبا نتمرن من 5 إلى 6 أيام بالاسبوع ولما نقرب على البطوله اللود احنا شوي نقلل، نريح الجسم يعني اسبوع الى اسبوعين، في ناس يسوون اسبوعين، في ناس يسوون اسبوع، على حسب كل واحد يعرف جسمه انه كم راحه يحتاج بالضبط. في ناس يعني اريح له اسبوع، في ناس اذا سوى زياده جسمه يصير فيه شوي خمول انه ما يعني ما يروح البطوله بمستوى اللي هو بباله. وشلون عن الوزن؟ الاوزان طبعا مهمه بالنسبه لكم طبعا. شوف اذا هو مثلا لاعب سبرنت، لاعب مسافات قصيره، الانطلاقه هذه خلينا نقول يكون إيه؟ مثلا عنده قوه وعنده مثلا اساسيات السباحه صح يقدر يمشي فيها بس اذا كان سباح مسافات طويله لا، لازم الوزن يكون مهم جدا يعني انه يكون اخف يعني وزنه اي. ليش؟ لان المسافات الطويله لما اللاعب يتعب هني يبين صح، يبين لياقته. واذا كان ثقيل يعني مو وزنه المثالي صعب انه يشيل جسمه بالماي لان انت بالماي انت ما قاعد تشيل اوزان، انت قاعد تشيل وزنك بالضبط، فطول الوقت هذا وزنك، بس اخر شيء خلاص وزنك بيدبل صح، جسمك يتعب فتغرق. بعدين هني هم يقول لك ليش يقول لك الحوض 50 متر هني يبين السباح لان ما تقدر تخش بالدورانات، دوران ما في لان المسافه ايه يعني يبين السباح خط واحد ايه يبين هني اذا يسبح زين ولا عرفت هذه تطلع الصجيه مثل ما يبين خلاص لان اذا الحوض قصير انت تقدر مثلا تكون ريلي قويه باللفه بالكسره بالدوران إيه؟ تصيد اللاعب اي بالضبط اي. فليش تقول الاولمبيات بس 50 صح يبين اللاعب والفوكس كله عليه بالحوض يعني طبعا إيه. الله يحفظكم ان شاء الله. طبعا بنتقل معاك ابو علي لمرحله الدراسة الجامعية وشون أن حسين حافظ على مستقبله الدراسي وأيضا حافظ على مستواه الرياضي، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نتواصل مع ضيفنا الجميل نجم المنتخب الكويتي ونادي الكويت لرياضة السباحة حسين الزيد، خلكم معنا. ضيف فقرتنا اليوم بطل أولمبي كويتي ولاعب بنادي الكويت الرياضي ولاعب في منتخب الكويت في السباحة حسين الزيد، سباح في نادي الكويت منذ سن 9 من عمره ولاعب سابق في منتخب الكويت وبطل الجامعة أثناء فترة دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية من 2015 حتى عام 2022. شارك في العديد من بطولات نادي الكويت ومثل منتخب الكويت في الكثير من المحافل، حائز على عدة بطولات محلية ودولية. حسين الزيد كان يضرب به المثل بالالتزام بالتدريب وتطبيق خطط المدرب والإرادة القوية، وهو خير سفير للطالب الكويتي الرياضي بالخارج
وقدوة حسنة لكل محب لرياضة السباحة، استطاع أن يرسم له خارطة طريق ينطلق منها إلى منصات التتويج مع زملائه سواء في النادي أو في المنتخب. البطل حسين الزيد، اسم كويتي لامع في سماء التألق، يستحق منا في برنامج أنا الأولمبي تسليط الضوء على مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم وحلقتنا اليوم في أنا الأولمبي ورياضة السباحة. ضيف ضيفكم النجم الجميل لاعب المنتخب الكويتي ونادي الكويت الرياضي لرياضة السباحة النجم حسين الزيد. حياك الله أبو علي. أهلا وسهلا أبو علي. 2016 تقريبا يالك قبول لدراسة إدارة الأعمال، بكالوريوس إدارة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. فقررت السفر وتكمل دراستك، لكن ايضا حافظت على رياضتك. هالمعادله هذه بنتكلم عنها. اول شيء مثل ما قلت انا حبيت الرياضه، فهدفي ما كان بس ان اخلص البطوله وخلاص، هدفي ان حتى بعد البطوله استمر استمراريه. إيه، لان كنت احب الرياضه. فبلشت بنسلفانيا، رحت بنسلفانيا 2016 بلشت دراسه هناك، وكان عندهم فريق سباحة. فأنا ما كنت أدري إن كان عندهم فريق شباب. فبعدين بعد يومين ثلاث فريق تبع الجامعة طبعا. تبع الجامعة. حلو. فتكون أنت مثلا طالب ورياضي نفس الوقت، فتشارك حق الجامعة باسم الجامعة. فأول ما رحت هناك قلت ودي أبلش أسبح. فسبحت هناك وشافني المدرب فقال لي إن أنت بإمكانك تسبح معانا وتعال اليوم الفلاني عشان نشوف مستوياتك. حلو. فاول ما شاف مستوياتي وهذا بعدين قال لي انت بامكانك تجاهز، انت جاهز ما شاء الله عليك تسبح. قلت له ايوه للحين. ولما وصلت الوقت هذا كان شهر واحد وكان عندنا بطولات قبلها، يعني انا لما رحت امريكا للحين كنت محافظ. كان عندنا بطولات ايام منتخب، كان كلها بطولات كل السنه. صح. فحتى لما رحت هناك كنت جاهز. فدخلت الفريق وسبحت معاهم بين طوال المدة الدراسية. المدة الدراسية تقريبا 4 سنين كنت سباح هنا، وكنا كل سنة نجهز حق بطولة. فكنا نجهز بطولة الستيت، عندنا ستيت شامبيون الولاية نفسها نشارك، أو ولايات حوالينا تقريبا من 3 إلى 4 ولايات. حلو. ومرات تقريبا بين 9 إلى 10 جامعات. فننزل نشارك ضدهم، وكلها لعبة نقاط، لعبة أرقام مثل ما قلت لك. أول ما نخلص السيزن اللي هو الفترة الدراسية، بعدين يكون عندك صيف زين، أرجع الكويت فأنا حق أكون جاهز. فبعدين عندنا مثلاً بطولة الأندية فأنا أكون جاهز في الكويت. بالكويت ما شاء الله بطولة الأندية أنا أكون جاهز، فأنزل سباقاتي والحمد لله، يعني نأدي مستوى مثل ما يحتاج المدرب بكل سباقاته. فهو يحطني مثلاً سباقات معينة ويدري أن أنا مثلاً مليق وعندي الإمكانية، فينزلني من سباقات زيادة ليدري أن أنا أقدر أستمر في السباقات. ما شاء الله طبعاً. الحمد لله. يعني ممكن أنا قربت أختم فقرتي معك، لكن همني أعرف شو اللي لاحظت الفرق بين يعني تماريننا في الكويت والتمارين هناك عندهم في أمريكا رياضة السباحة، ولا نفس الشيء، نفس التكنيك التدريب؟ هو تقريبا نفس، هو نفس الشيء، بس هناك إن نحن بس إن التمرين هناك يختلف بس الأوقات. المدرب شوي تفكيره غير، لأن حتى بالكويت يعني كل مدرب له تفكير. أكيد. تفكير صح. معين. فتقريبا هو نفس الشيء، هو بس على حسب المدرب هو شنو فكره، انه في يعني مثلا رؤية المدرب. إيه، في مدربين يقول لك يركز انك انت يسبحك يعني اوقات طويلة. في مدربين لا يقول لك اسبح مثلا 3-4 ساعات بس ابيك تركز على الجيم، ابيك تركز برا الماي. فحسب المدرب يعني، بس تقريبا هو نفس الشيء، رؤية المدرب بس اللي تفرق. رؤية المدرب تقريبا. الله يحفظكم ان شاء الله، ودائما يعني مدربينا فيهم الخير والبركة، ولاعبينا
اكيد انتم الاساس الله يحفظكم. شاكر لك ومقدر قبولك الدعوه اليوم عندنا في الاولمبي. وقبل لا اختم معك اذا كان في كلمه رساله تحب توجهها اخيره اختم معك فيها. حبوا الرياضه. حب الرياضه لازم تحبون الرياضه. قبل لا تدشون اي شيء لازم تحبونها صح، ولا ما راح تستمرون. اذا ما حبيت الرياضه هي ما راح تحبك طبعا، اذا ما حبيتك ما تعطيك طبعا، واذا ما اعطيتك ما استفدنا شيء. الله يحفظك يا ابو علي وموفق ان شاء الله دائما. وخلاص دراسه خلصنا الحمد لله، خلاص على البركه ان شاء الله. ورجعت الحين تتفرغ للرياضه الكويتيه باذن الله طبعا. الله يوفقك ان شاء الله، نشوفك دائما نجم مع اخوانك النجوم في رياضه السباحه وكل الرياضات ان شاء الله. ابناء هذا الوطن دائما نجوم تتلألأ في سماء القمم باذن الله. الله يحفظك، شكرا ابو علي. اذا مشاهدينا الكرام نشكر نجم المنتخب الكويتي ونادي الكويت الرياضي لرياضه السباحه حسين الزيد، اودعه واطلع معاكم هالفاصل ونستقبل ضيفنا بعد الفاصل إن شاء الله أيضا في رياضة السباحة. خلكم معنا. ضيف فقرتنا اليوم بطل أولمبي كويتي ولاعب نادي الكويت الرياضي للسباحة وكرة الماء سابقا، ولاعب في منتخب الكويت للكاياك حاليا، عبد الرحمن البابطين. بدأ رياضة السباحة في سن مبكرة وحصل في مسيرته الحافلة بالعطاء على 36 ميدالية، وبعدها انتقل إلى تحدي جديد في حياته، واستطاع في فترة قليلة أن يتفوق على أقرانه في رياضة الكاياك، حيث حصل على المركز الثالث في بطولة الخليج للصالات المغلقة. وبعدها توالت النجاحات وحقق المركز الرابع في بطولة آسيا للصالات المغلقة أيضا، ومن ثم حصل على المركز الثاني في بطولة تونس الدولية. ضيفنا المتألق عبد الرحمن البابطين، لاعب منتخب الكويت للكاياك، السباح وعاشق الرياضات البحرية بمسمياتها المختلفة، اسم يستحق منا الاهتمام وإضافة كبيرة لبرنامجنا الفخور باستضافة الأبطال من أمثال عبد الرحمن البابطين. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بكل من انضم الينا لمتابعه ما تبقى من حلقتنا اليوم في انا الاولمبي. واليوم مثل ما قلنا في بدايه الحلقه جولتنا في عالم رياضه السباحه، لكن الفقره هذه كنت شفتوا قبل شوي السؤال اللي طرحته على الكابتن حسين الزيد لما قلت له موجود لاعب شامل، قال لي موجود لاعب شامل. فقرتنا هذه معانا لاعب شامل تبارك الرحمن، نجم هو يعني اذا جاز لي اني اطلق عليه لقب الجوكر في الرياضات المائيه، لعب في رياضه الكاياك ما شاء الله وتفوق، لعب في السباحه وتفوق، لعب في التجديف وتفوق، لعب في كره الماء وتفوق. قولوا لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خلوني ارحب بلاعب المنتخب الكويتي وايضا لاعب النادي البحري الكويتي للرياضات المائيه، لان ما اقدر احسبه على رياضه دون الاخرى، ما شاء الله متفوق في كل الرياضات المائيه، عبد الرحمن البابطين. عبد الرحمن مساء الخير. مساء النور. حبيبي نهني انفسنا بوجود نجم شامل مثلك صراحه. تسلم. الله يحفظك ويطول عمرك. ما ادري من وين ابدا معك. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، سجل مشرف في الكاياك، في التجديف، في كرة الماء، في الانطلاقة عندك، اختر البداية حيث تشاء. أنا بلشت مشوار رياضي بال 96 97 ما شاء الله. وقتها نادي الكويت كان قاعد ينبني، كنا نتمرن بنادي الجامعة للخالدية. حلو. شباب أنا أخواني كنا يعني مع بعض وندش بس نملي الفراغ يعني، وكان وقتها كابتن معتز مدرب. نعم الاب الروحي كابتن معتز امانه لكل السباحين في الكويت. كان المدرب، فبلشنا سباحه وبعدها جرت بطوله على بطوله على بطوله، صار فيها يعني مشاركات يعني بالمراحل العمريه. صح. بال 2000 2001 لا
توجهت حق الكرة موي، لعبة جماعية ومباريات حماسة أكثر. كنا نشارك سباحة بس صح. مو المشاركة يعني، الكرة موي كانت هي اللعبة يعني متسيدة. إيه خاصة بذاك الوقت كنا يعني حتى الدوري كان فيه حماس و... الألعاب الجماعية لها رونق يا أخي. إيه أكثر من الفردية صحيح، يعني التخطيط الحماس وبعدين مو سباق يخلص عندك أنت مباراة، مباراة كاملة أشواط و... فبلشنا فيها حتى اني مع كابتن معتز، كابتن طارق الشواف، والله ما حضرني وايد مدربين مرينا وايد مدربين زين اللي ذكرت الاسماء هذه يعني كابتن امير عبد الامير بهمن، اذكر يوسف التوحيد دربنا فتره، خالد شواف يا هم دربنا فتره، هذا اللي احاول اتذكر بالكره الماي. نعم فيهم كلهم طبعا دربوكم في كره الماي صحيح. استمريت ايش كثر فيها كرة الماء؟ استمريت لمرحلة العمومي مر 2013 او 14. طولت فيها؟ ايه انا الالعاب كرة الماء طولت فيها اكثر لعبة يعني، المراحل العمرية كلها خذيتها. طبعا حققتوا فيها انجازات، حققتوا ايه فيها. شاركنا فيها يعني بطولات بالدوري كانت معسكرات، كان منتخب بس ما حالفني الحظ اني اشارك بطولات دولية مع منتخب كرة الماء. بس كنت اروح مع رحت معهم معسكرين اذكر. بعدها وقفت سنه يعني كان عن الرياضه بشكل كامل تقريبا. اتجهنا شوي فنون قتاليه. رحت شويه يعني ما بس ما فيها بطولات يعني اي تمرين بس اي رياضه، انا متعود 4 العصر يعني لازم في نادي ما اعرف، فدشينا فيها هني تمرنا. وبعدها انا اساسا كنت امارس لعبه الكيك بس بروحي، بس مو بصفة يعني أو مو باحترافية، ما كنت محترف فيها. الفترة هذه كنت تلعب كايك بروحك؟ بروحي. خلينا نعرف الكايك، يمكن البعض اللي ما يعرف الكايك اللي هي القارب. قارب. إيه. المجداف واحد. صحيح. طق يمين وطق يسار بنفس المجداف. أي نعم صحيح. حلو. في البداية عاد هني شنو يصير نت إنترنت وتحاول تشوف وشون تجدف. يعني للحين ما كان ما دشيتها باحترافيه، وكنت اخليها مرات حداق حتى يعني حدق بالكيك يعني. بعدين قالوا لي كلموني نادي البحري تعال عندنا وهذا، ورحت في 2020 كان كورونا كل شيء مسكر. ايه بس كانت لياقه موجوده انا يعني تركض ويعني اتمرن وشيء، فدخلنا بالبطولات اللي هو الاندور لانه كان كورونا كله اندور كان صحيح، حتى اونلاين في الصالات المغطاه. البطوله الاسيويه شاركنا فيها كانت اونلاين. كاميرا ونشبك مع هونغ كونغ ولعب اونلاين. حلو على الجهاز الحين يشبك على الجهاز. وهم يشغلون الجهاز، يشتغل الجهاز عن طريقهم عن طريق هونغ كونغ. حلو. وتصير سباق وشاشه. اوكي شيء غريب شخت فيها هذه غريبه. هذه طلعت فيها رابع. الرابع اي هذه طلعت فيها الرابع، كانت اول بطوله اسيويه تجديف لي. حلو. اول بطوله تجديف اساسا. بعدها لا شاركنا بحر وخليج، طلعنا فيها ثاني، طلعت فيها الثالث بس بالزوجي وبالرباعي. كنا شاركنا فيها رباعي. هذا تجديف. تجديف هني عاد خلصنا من تجديف، كان يقول يعني حتى كابتن وقتها كابتن نايف الهدى ورئيس اللجنة كان، فقال لي دام انت كيك وانا عندي قارب كيك شخصي، ايش رايك تدش بالكيك و نأسسك ونشوف. فأرد ركبت قارب الكيك، الصعوبة فيه قبل جدفة ميزان غارب. صح. تركب الغارب هذه صعوبة يعني، أغلب الناس عشان كذي. توازن القارب ضعيف وكرسي مرتفع. فالغلطة فيها قلبة. صح. فينتهي السباق. قلنا أوكي، دخلت فيها بالمغرب تمرن فيها، هني دشينا باحترافية. خلاص عرفنا ان الجدفة اتجهت للكايك انه بدش منافس خلاص يعني. ايه مو وايد لاعبي الكايك عندنا في الكويت عبد الرحمن؟ لا ما عندنا لاعبين كايك اساسا. ماكو وايد ها؟ اي لا شويه قليل جدا، وقليل جدا اللي يركب الغارب نفسه. لان احنا عندنا سباقاتنا 200 متر و500 متر و1000 متر، هذا السبرنت نعتبره غير ال 5000 والماراثون 42. ف بلشنا نتمرن باحترافيه بالمغرب خلاص كمعسكر يعني. اي مجداف في كل عيارات. حلو. يعني وقت التدريب يصير مثلا المجداف يعني المكانين نفس الشيء، بس وقت اساس السبرنت نخليهم على اساس يصير في تويست. فهي فره.
وقريبه من السباحه شوي يعني السبحه هي الجدفه نفس الشيء بالضبط نفس يعني خلينا نقول تقريبا التكنيك مال الجسم اي بس هو الصعوبه بالميزان بالضبط اي بس انه تقريبا نفسه توست السباحه نفسها فكنا هني بلشنا تمرن مدرب المغرب وقتها كابتن يوسف قال لي انت تقريبا زين ترى يعني خلاص ما توقعت انه من البدايه على طول من بدايه المشوار ما شاء الله قلنا خلاص خلينا نجرب يلا تمرنا وصار في تمرين 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 قلت لك حابه إيه؟ يعني انا اي واحد كان يقول لي ودي بكيك فاقول له الكيك النزهه اللي الناس يستخدمونه عاده في الشاليهات والبلاستيك يختلف لانه عريض ومرتاح فقلت له هني لا مرحله ركوب الغارب يحتاج لك عاده في اذا مو رياضي يحتاج له شهرين صح اذا رياضي ممكن اسبوع اسبوعين ممكن طبعا كلامك هذا كله عبد الرحمن على التوازن احنا نتكلم صح مو على التجديف لا. ولا على قوه العضل ولا على قوه الخصر لا, لا. على التوازن ان شلون تبني خلال الشهر شهرين صحيح عمليه توازنك انت مع القارب ما يجدف شهرين ما يجدف بس يتعلم التوازن بس شلون يقعد بالغارب بالضبط اذا قدر يقعد على الغارب خلاص حس نفسه مرتاح نعطيه المجداف هني يمسك المجداف فنقول المجداف عيارك 85 مثلا على اساس المجداف يصير على اساس اللي من فوق الهواء يقص الهواء اي ما يكون كذي يطق الهواء في شلون يقصه ففي عندنا السبرنت اللي هو ال 200 هذا يحتاج قوه عضليه صح من البدايه من الانطلاق الستارت اذا الستارتك صحيح تقدر تفنش صح اذا ستارتك كان بطيء انت خلاص انت خارج سباق ما راح تقدر يعني طايفينك طقتين وهو يطمر بالغارب والثواني تفرق أجزاء إيه؟ من الثانية يعني هو الرقم العالمي 34 ثانية ما شاء الله 50 متر ال 200 متر 200 متر احنا السبرنت مالنا 200 ما شاء الله من الستارت يعني اقل من دقيقة هي من الستارت يعني فجر لين ال 200 بس ال 500 وال 1000 لا هني تصنع الرذم مالك صحيح يصير عندك الرذم معين فعلى اساس انك تقدر تنفس وتجدف وإذا غلطت بجدفة عوضها بجدفة ثانية خلاص هذه الجدفة راحت عوضها لأن في بعض الأحيان يختل التوازن فتطقها بجدفة بعيدة تكون بعيدة هذه ما تكون فيها سرعة فهذه بس تعدل الميزان فهني تردها بسرعة تعوضها بالثانية أيوه تعوضها بسرعة يمكن عبد الرحمن تراوالي أن تختلف باللاعب طريقة تقنيته يعني بناء التقنية نفسها يعني أوكي ممكن المدرب يعطيك الأساسيات هذه لكن لو بد لك انت بصمه بينك وبين نفسك ان سواء بالنفس على قولتك بتعديل الطقه تختلف من لاعب للاعب يعني يمكن اللي يمشي معك ما يمشي معي عدل صح اي صح هو يختلف حتى مع الطول يعني اذا كان لاعب طويل جدفته تكون طويله صح فتساعده اللاعب اللي خلينا نقول قصير لا هني يحاول يقوي نفسه طويل قلبته ما يصير اسهل لا المتين اي اذا كان خلينا نقول ثقيل او معبي شوي اي قلبته ميزانه كل ما يعني كل ما ضعف افضل افضل مو من ناحيه العضل يضعف من ناحيه شحم لان على اساس ليش معاه زياده وزن يعني انت قاعد بغارب تبي تخفف الغارب والغارب خفيف فتبي تخففه انت تبي تخفف اكثر صح فهذا اللي يفرق بهاللعبه تعتمدون على اكيد طبعا على برامج غذائيه معينه على لازم يطلب منكم توزيل اوزان معينه ايه نحن يطلب بين فتره وفتره حق تجهيز بطوله مثلا لازم تكون فت على قولتهم على اساس انك تقدر تركب الغارب اوصل كي 1 اذا واحد خلينا نقول مكرش وكل المحاطات بيني وبينك على التوازن يعني أيه. انا احس ان هل الكيك بالذات يعني اذا انت حبكت التوازن قطعت شوط كبير باللعبه هو التوازن حتى بالسرعة إذا ثبتته صح سرعتك تكون أفضل بالضبط إذا بلش يلعب تقل السرعة راح يبطئ سرعة الغارب أكيد بس يختلف هو النسب مرات حتى يبين إذا شفت الغارب بلش يلعب عرف أن اللاعب بلش يتعب أها لكم نظرة في إذا شفته خلاص بلش الجدفة إذا هو إذا فوق إذا طاحت بلش يتعب خلاص بلش يفتش إي بس خلاص الله يوفقكم إن شاء الله طبعا الحديث معاك لا يمل والله العظيم وهالتاريخ المشرف من الميداليات تبارك الرحمن وحلقه واحده ما راح تكفينا معك لكن توعدنا ان شاء الله في الايام القادمه انك تتواجد معنا في انا الاولمبي ايضا عشان نكمل
هالمسيرة المشرفة أمانة اللي احنا نفخر فيها والله الكويت كلها تفتخر بوجود أمثالكم يا عبد الرحمن الله حفظك. تجهيزاتك القادمة إن شاء الله في بطولة قريبة؟ احنا مشكلة قاعد حاول ننسق مع الدوام إن شاء الله يكون في تنسيق طيب، إذا ضبطت مع الدوام وهذا في اللي هو البطولة الآسيوية وهو نفسه كواليفيكيشن أساسا. حلو. بطوكيو اليابان. البطولة الآسيوية. إي حق. وإحنا منا لدوامك نتمنى إن شاء الله أكيد قاعد يشاهدون الحلقة. البطل يستاهل أنكم يعني راعوا ظروفه إن شاء الله بإذن الله، وديروا بالكم عليه لأن بالفعل الكويت تفخر وتزخر دائما بهذا الرصيد من أبنائها وبناتها. أصحاب الإنجازات الذهبية المشرفة اللي أكيد عبد الرحمن أحد هؤلاء الأبطال اللي نعتز فيكم. عبد الرحمن ألف شكر، ونتمنى إن شاء الله في البطولة الآسيوية القادمة تشارك، ودوامك إن شاء الله ما راح يقصرون إن شاء الله، وكاني أسمعهم يقولون وعد إن شاء الله بإذن الله، وتبشرنا في حلقة أيضا أنك ما أخذ المركز الأول إن شاء الله في البطولة إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا عبد الرحمن، تسلم. إذن شكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، ومستمرين معاكم حلقتنا اليوم عن رياضة جميلة، أم الرياضات كما يقال، رياضة السباحة. بطلع معاكم فاصل وارحب بالفقرة القادمة بضيفنا القادم، خلكم معنا. البطل العالمي والمدرب الخبير والمدير الفني للألعاب المائية في نادي الكويت الرياضي منذ عام 1987 معتز محمد السوسي، من مواليد 1 يناير عام 1963. له الكثير من الإنجازات حيث حقق أرقاما بعيدة عن الأوهام. ضيفنا ومدربنا بطل سوريا في السباحة وكرة الماء، وكان عضو المنتخب الوطني السوري، شارك في جميع الإنجازات في بلاده بين عامي 1979 و1983، وشارك في مهرجان الشباب العربي في ألمانيا، وكذلك في الاتحاد السوفيتي سابقا، وبلغاريا وإيطاليا، وفي دورة المتوسط، وله ألقاب عربية وأسيوية ومحلية مع عميد الأندية الكويتية نادي الكويت العريق طوال عقدين من الزمن. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم إلى صانع الأبطال كما يسمونه في نادي الكويت الرياضي. صانع الأبطال في الرياضات المائية، والرجل الذي كان خلف هذه الكوكبة اللي شفناها في حلقتنا اليوم من سباحين وأبطال في الرياضات المائية. خلوني أرحب بالمدير الفني للرياضات المائية بنادي الكويت الرياضي الكابتن الجميل والنجم الحاصل على عدة بطولات تبارك الرحمن دولية وعالمية أيضا، الكابتن معتز السوسي المدير الفني للرياضات المائية في نادي الكويت الرياضي. حياك الله كابتن معتز. الله يحييك ويسعد مساكم وصباحكم. والله صانع أبطال ما شاء الله عليك. الحمد لله رب العالمين. الله يوفقك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. كابتن أنت ما شاء الله انضميت إلى أروقة النادي نادي الكويت الرياضي عام 1987. العمر كله إن شاء الله. إلى اليوم مستمر معهم. الحمد لله رب العالمين، مستمرين من 87. بنادي الكويت تقريبا من شهر 10/87 بالضبط. جينا كان ما في حوض سباحة متعطل، يعني هذه البدايات كان بدايات، فبدأنا كان بس في فريق كرة الماء موجود وكم سباح اثنين بالمنتخب. فكان الهدف نبدأ من أول وجديد، وبنيتوا فريق وبنينا فرق فرق ما شاء الله. قمنا نروح على المدارس ننتقي لاعبين ونبلش، أخذنا جامعة الكويت، أخذنا بعض الأندية وندرب 3 مرات باليوم، يعني أوقات بنادي العربي يعطونا نادي خيطان ناخذ جامعة الكويت، وعلى ما بنينا قاعدة بسباحة وبكرة الماء وبالغطس. والحمد لله رب العالمين أتت ثمارة، طبعا صار الغزو الغاشم بعد التحرير
بدأنا بأول بطولة عام 94 مرحلة العشر سنوات اللي أخذنا كأس المرحلة بعد انقطاع كان فترة طويلة عن البطولات واستمرت معانا لتم إنشاء حوض السباحة تم تجديده وتخطيطه كان أول حوض أولمبي مغطى في الكويت حوض نادي الكويت سنة 96 وافتتحوا ببطولة الخليج شهر 9/96 وبدأت البطولات تستمر بكرة الماء بسباحة والحمد لله رب العالمين ما زالت إلى الآن ما شاء الله توجه. طيب لو أسألك كابتن معتز اليوم وين وصلنا في الرياضات المائية في الكويت؟ هلا والله هلا في عنا يعني في خامات كبيرة حلوة بالكويت المفروض تكون الكويت هلا حاليا نحن تتبوأ مراكز كبيرة عربيا وخليجيا أندية في للأسف نحكي يعني اللي احنا مثلا كرة الماء كنا نلعب 11 نادي 12 نادي هلا عم نلعب 3 4 أندية 5 أندية فقط لا غير تقلصت يعني تقلصت ليش؟ الأندية ما عاد في تركيز على هذه الرياضة مثلا هلا في أندية ركضت على مشيت على الاستثمارات وعلى هي على حساب الرياضة اللي هي تبني الشباب وتبني ونحن بهالأيام بهالأوضاع أنت بيهمك تستقطب أكبر كمية من الشباب ليلعبوا رياضة بناء الجسم ويستفيدوا حتى دراسيا مع الدراسة مثل ما سباحينا اللي كانوا يدرسوا بأمريكا أو برا حتى إذا بده يدرس على حسابه الخصم بيعطوهم خصم لأنه رياضي وبطل فيعني البطل له مكانة كبير مستثنى بكله فلحنا الألعاب المائية بالنسبة للسباحة سباحة في عنا سباحين أبطال على مستوى عربي على مستوى خليجي طبعا احنا كنا بنتمنى انه يوصلوا لمراحل اعلى يعني الاستمراريه هي اساس اللعبه لعبه صح. السباحه بالمي انت محتاج استمراريه الدراسه بتعيق بعض الاحيان عن استمراريه يعني المفروض يكون في امانه يعني كابتن معتز يمكن شهادتنا مجروحه بنادي الكويت لهم تحيه رئاسة ومجلس إدارة ومدربين وجهاز فني ولاعبين أمانة ورابطة مشجعين أيضا يستاهلون التحية ما زال نادي الكويت يعني محافظ على دعم كل الرياضات في النادي يعني يتعامل مع السباحة كما يتعامل مع كرة القدم نعم هذا كما يتعامل مع كرة السلة طبعا هذا شيء أكيد ولا بوجود إدارة نادي الكويت سيد خالد الغانم نعم وأعضاء مجلس أبو محمد متابع بكل تفاصيل حتى بالبطولات حتى بالبطولات الحالية اللي احنا هالسنة أخذنا درع التفوق الألعاب المائية أخذنا دوري كرة الماء دوري العمومي 15 سنة 13 سنة اللي أخذنا بالسباحة مرحلتين وأصر يعني كل سنة كمكافأة مادية ومتابعة معنوية فأنت بوجود رئيس النادي بتواجده بحضوره بتكريمه للاعبين هذا حافز للاعبين لأنه يستمروا ويعطوا أكثر يعني حتى بأي شيء بنطلبه منه للاعبين حتى دروس خصوصية للاعبين يعني مساهمة كبيرة أمانة يعني السيد خالد الغانم مدير اللعبة ديان لديان أبو عبد الله كمان فتواجد رئيس النادي حتى لآخر لحظة لمن يومين ثلاثة اللي جهز اللاعبين اللي جابوا مراكز أولى لحتى يتم تكريمهم صح. على البطولات وعلى درع التفوق فهذا بيعطي حافز أكيد. تواجد رئيس النادي ودعمه بغض النظر اللعبة القدم كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى ولكن ما عم يبخس حق الألعاب المائية الحمد لله رب العالمين والله احنا شهادتنا مجروحه بالسيد خالد الغانم ابو محمد نوجه له تحيه عبر عدسه برنامج انا الاولمبي امانه يعني حتى شفنا والكل شاف يعني في مقاطع السوشيال ميديا في الفيديوهات حرصه مثل ما تفضلت على تواجده في كل لعبه سواء كره القدم السله اليد السباحه العاب القوه دخوله مع اللاعبين اثناء التسخين قبل البطوله كلمات التحفيزية والتشجيعية حتى بعد انتهاء البطولة فوز أو خسارة ما يكسر حتى في اللاعبين بالعكس يعطيهم التشجيع وعوضوها المرة القادمة إذا كانت خسارة وإذا كانت فوز ما قصر معهم في الدعم هذا أكيد هذا بالعكس حافز ومثل ما تفضلت بالفوز وبالخسارة حتى لو مو موجود بيتصل وبيتابع وبيقول بلغهم تحياتي وشدوا حيلهم إن شاء الله في مجال تتعوض فهذا يعني الحافز بيعطي للاعب كمان انه
في في امانه انه بنادي بيهتم بلاعبينه وبيحترم هذه الاداره السليمه الحمد بلا شك. لله رب العالمين. ارجع للسباحه كابتن نعم. معتز اليوم السباحه في نادي الكويت خلينا نتكلم مدى الاقبال البراعم الصغيره عليكم؟ والله نحن اعتقد انه نحن موجود عندنا كاكبر قاعده تعليم بالكويت على الاسم نادي الكويت على تواجدنا نحن عندنا مدرسه تعليم لا يقل عن 50-60 طفل على طول متواصل بس ليخلص مرحله التعليم لمرحله الست سنوات سبع سنوات. انا ما بستعجل نحن بشكل عام خطتنا بنادي الكويت ما بنستعجل النتائج بهالاعمار الست سنوات سبع سنوات لحتى تأسيس تكنيك تحركات يسبح سباحة الأربع أنواع بشكل صحيح بعدين في الـ 11-12 سنة بتبدأ بعدين مرحلة المنافسات هون بيكون بلش السباح يعرف الأربع أنواع وبشكل صحيح لحتى كأمانة لحنا أنه مؤتمنين على السباحين يعني ما بنركض على البطولة بعمر صحيح. ست سنوات ولا بنصير محاسب مدرب أو ليش ما جبت بطولة بالستة أو بالسبع سنوات اللي احنا بنعملها مثل هذا اساس مثل كانك بتقدس تاسس طفل بالمدرسه لحتى شوي شوي نوصل لمرحله البطولات والجني الثمار كمان انشاء لهالسبب اللي احنا عندنا السباحين فضل الله يعني مثل عندنا اذا يوسف عسكري عبد الرزاق ضويحي حسين الزيد مرزوق سالم عزيز استمروا لعمر 28-29 سنه وهن عم يعطوا باداء على مستوى عالي يعني ما عم ينتهي السباح بسرعه يعني ما بنستعجل عليه. حسين زيد في الفقره الاولى بالحلقه اليوم معنا نعم. ذكر جزئيه مهمه جدا قال انا لما درست في 2016-2017 في امريكا دراستي الجامعيه يقول قعدت اتمرن سباحه هناك نعم. يقول لما كنت ارجع في الاجازه الصيفيه تتوجه للنادي على طول نادي نعم. الكويت ونفس الاهتمام القى عندهم ونفس نعم. هذا نعم. واكمل اجازتي الصيفيه تمريني عندهم في نعم هذا كان في تواصل حتى حسين ويوسف عسكري جعفر بولند عنا اللي درسوا برا جراح بخيت بلند كان في تواصل حتى حسين الزيت بالذات مدربه يلي بالجامعه اللي كان يدرس فيها في امريكا كان يدز بالايميل البرامج ولي وبلغوا لكون على تواصل انه عندنا بطوله العامه للسباحه مثلا في شهر 9 فينزل تيبر ينزل له الاحمال التدريب لحتى ينزل يكون جاهز في مره احدى المرات من المطار للبطوله استنى فورا يعني مع انه مختلف عليه الجو حتى هو يقول سامحني كابتن اذا ما جبت ميداليه اليوم لانه لحتى يصحى لثاني يوم يعني فيعني الحمد لله كان في تواصل بيننا وبين المدربين يلي كانوا يدربون في جامعات في امريكا. سر علاقتك معهم كابتن معتز يعني يمكن حسين ما زال متواجد معكم لا. كابتن عبد الرحمن البابطين قالها يعني لما انتقلت من نادي الكويت وما زال يعني الحنين لا. للكابتن معتز ولنادي الكويت يعني نحن في عندنا شعار اول شيء نادي الكويت يدخل السعاده في كل بيت هي اول شغله نادي الكويت يدخل السعاده في كل بيت والله يدخل السعاده أيوه العميد يعني هذا في اغلى من اسم الكويت ما في اغلى من اسم الكويت اي أيوه والله فنحن كنا انا من بدايه تواجدي بفضل الله بنادي الكويت بال 87 كنت حريص على السكول القديمه على المدرسه القديمه بتابع بالمدارس روح تابع علاماتهم متابعتهم لحتى يكون من الابتدائي لوصل حتى بعدين لدوامه يعني بشغله بعمله التواصل على طول فكنا نعيش كأسرة يعني الصراحة. هي أسرة الألعاب ما هي عندنا بنادي الكويت أسرة عائلية كأب وأهل وأي فهذا اللي بيشعروا فيه إذا بتسأل أي حدا عاش بنادي الكويت وتدرب وأي فعنده على هالقناعة حتى أحد المرات بإحدى الثانويات مسكني ناظر يقول لي تعال أنت في سؤال محيرني قلت له شو قال لي أنت ولي أمر منه ولي أمر يوم تسألني على فلان على عدل لي شيء خمس ستة سبعة قلت له والله أنا ولي أمرهم كلهم يعني هذول فيعني هي إحدى الشغلات اللي إحنا كانت تخرب والأهالي بترتاح لما بتجي أنت بتحط تمن ابنك عم يتفوق رياضيا ومنتابعه كمان ودراسيا يعني يعني الشيء بيولي الامر اكثر من يعني الثقه هذه وهالامان هذا وانه يعني مثل ما تفضلت ولده في ايدي امينه الحمد لله سواء دراسيا ورياضيا واخلاقيا ما شاء الله يعني الله. فعلا الرياضه
يعني تربي ليس فقط جسديا حتى اخلاقيا. طبعا طبعا. ان شاء الله تظل العمر كله معهم. سلم يا رب. عمرك يخلي لي. وانت من الكوادر اللي امانه مو بس نادي الكويت، دوله الكويت تعتز بوجودك كابتن معتز. الله يحفظك. دوله الكويت تستحق كل تضحيه وكل محبه، واتمنى انه ان شاء الله يرجع الشباب يقدروا هالشيء هذا، وترجع الكويت رياضه الكويت ورياضه السباحه وكره الماء والغطس للألق القديم بإذن الله. بإذن الله تعالى مو بعيدة إن شاء الله. الرياضة الكويتية كانت وما زالت وستبقى إن شاء الله دائما في الصدارة بإذن الله، بسواعدكم وسواعد أبنائها المخلصين ومحبين هذه الأرض الطيبة بلا شك. كابتن قبل لا أودعك، كلمة أخيرة أو رسالة توجهها؟ كلمة أخيرة، المحبة تصنع كل شيء، نجاحات بإذن الله تعالى. دولة الكويت تستحق منا التضحية والمحبة، الأرض الطيبة اللي عشنا فيها. فإن شاء الله بتمنى لكل الشباب يمارسوا رياضة ويحطوا نصب عينهم علم الكويت دائما خفاق بإذن الله، عالي بإذن الله تعالى. بإذن الله. وشكرا لكم أنتم كتلفزيون على متابعتكم على اللعبات اللي مهضومة شوي، واجبنا ودائما معكم، ولكن أنتم دائما والله هيك يعزك ويديمك. الله يحفظك دائما إن شاء الله بنكون معاكم. الله يخليك. هذا واجبنا وأقل شيء نقدمه لهذا البلد أبناء هذا البلد الأبطال الرياضيين. شكرا كابتن معتز. شكرا لك طيبة قلبك ولحبك لهذه الأرض ولأبناء هذا الوطن اللي أنت أحد أبنائها. الله يخليك لي الشرف. الله يحفظك. شكرا. شكرا. والكويت، الكويت تدخل الساعة، تدخل الكويت، نادي الكويت يدخل السعادة في كل بيت. تحياتنا لنادي الكويت لكل انت عشان. حبيت وانا حبيت. الله يحفظك ان شاء الله. تسلم. تحياتنا لهذا النادي العريق طبعا بادارته الجميله وجهازه الفني ولاعبينا ومشجعينا وكل من ينتسب للرياضه الكويتيه ولكل الانديه الكويتيه الرياضيه. نرفع العقال كما يقال احتراما وتقديرا لما تعطي لهذا البلد من أبناء وبنات أصحاب إرادة وهمة عالية للوصول دائما إلى قمم التتويج. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على محبتكم ودعمكم الدائم لنا في أنا الأولمبي. هذا الحب وهذا الدعم هو اللي معطينا الاستمرار دائما في تسليط الضوء على مبدعين أبناء وبنات هذا الوطن. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع القادم ورياضة جديدة وأسماء متميزة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين فريق العمل يستودعكم الله. مع السلامة.